اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. اقرأوا في المدى: نشطون يقولون ان قوائم اغتيالات جديده بحق البارزين في الاحتجاجات. العربي الجديد: عدد الاحزاب العراقيه قد يتجاوز 400. في الشرق الاوسط: الصدر يتراجع عن ترميم البيت الشيعي. في عربي 21: إخماد نيران اشتعلت ببئري النفط في كركوك. ما في الزمان في الحديث عن اشتباكات بين حزب العمال والبشمركة قرب الحدود السورية. في القدس العربي: فيسبوك يحذف صفحات يديرها الجيش الفرنسي وتستهدف دولا بينها الجزائر. وأخيرا الحرة تقول إن حساسية خطيرة تصيب ممرضة أمريكية بعد تلقيها لقاح فايزر. الآن إلى المقالات، والبداية بهذا المقال المشهور في صحيفة العربية الجديد، وجاء فيه: المشاكل المستعصية على الحل في العراق، تناولها الكاتب شفان إبراهيم في مقالة جاء فيها: أمام سيولة المشهد السياسي والأمني والشعبي في العراق والإرث الصعب لمئة عام من الخلاف والصراع والتصدعات في بنية المجتمع العراقي، تتعنت الكتل الشيعية بشأن مصير الانتخابات والقوانين الجائرة بحق أطراف سياسية أخرى، السنة والكرد انتقاما لأنها تعرقل المشاريع المذهبية والعنصرية المطبقة ضدهم وضد هوية العراق. المزيد في سياق هذه المادة. استغلت الكتل السياسية العراقية الشيعية المسار العراقي السياسي والميداني المعقد والهش في بلدها، وأوجدت كارتيلات التيارات السياسية حول الدولة والسلطة، وبالتعاون مع الدولة العميقة في العراق فأنتجت قوة عسكرية موازية وأكثر تجهيزاً وقوة من الجيش، واستخدمت سلاحها فيما يؤمن الحفاظ على مصادر تمويلها ومصالحها، ورسخت الحكم المناطقي والمذهبي، وسعت بكل قواها صوب تشكيل هوية مغايرة للهوية المطلوبة، هوية وحالية بحامل شيعي فحسب، وسعت بكل قواها إلى تمزيق الهويات الفرعية، ونجحت في تدجين الهوية الفرعية السنية وتحجيمها، لكنها أخفقت في إجهاض الهوية الكردية أو إنهائها، مقابل نجاحها في سرقة أحزاب كردية من الحضن والتحالف الكردستاني. بعد ذلك كله، لا تزال مستمرة في مساعيها وبخطوات متسارعة صوب إنهاء أي أمل بهوية وطنية عراقية جامعة، وبعد أن فشلت الكتل في تقويض تظاهرات تشرين بالقوة والقمع الذي وصل إلى حد الإعدامات الميدانية، ازدادت تلك الكتل حنقاً وغضباً بعد تعاطف عابر للهويات الفرعية. إن تقاطع مطالب المتظاهرين في مختلف المحافظات أوضح إمكانية إعادة ترميم الهوية العراقية، وقد تطلب هذا الأمر ضرورة إنهاء الاعتصامات عبر الحيلة أو القوة، وهو ما حصل بأول هجوم مسلح علني للصدريين على ساحة اعتصام النجف. ويضيف الكاتب شفان إبراهيم أنه مع استمرار الطبقة السياسية بالاستقتال لإدامة وجودها في السلطة، ولو كلف ذلك بحرا من الدماء، يبدو أنه لا حلول في الأفق القريب للوضع العراقي المتشعب بالممارسات المذهبية والمتوثب برداء المواطنة، خصوصا أن المعطيات من قانون الانتخابات إلى التحالفات ستفضي في النهاية إلى إعادة إنتاج الطبقة السياسية الفاسدة نفسها. الآن إلى مقال آخر منشور بالتحديد في صحيفة عربي 21 أو عربي 21، وجاء فيه: الإدارة الأمريكية الجديدة وما يمكن أن تعكسه من تقلبات على الوضع العراقي، هو عنوان لموضوع تناوله الكاتب محمد صالح صدقيان في مقالة جاء فيها:
من الصعب تصور استبعاد العراق من السياسات الأمريكية في ظل العوامل الجيوسياسية والجيوستراتيجية ومنح هذه المسؤولية لأطراف أخرى سواء كانت إقليمية أو أجنبية. ما زال المجتمع الدولي يترقب التصورات التي تحملها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب حيال الأزمات والملفات الساخنة التي تعقدت بشكل كبير في عهد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب. الجميع يترقب لأن الرئيس ترامب وضعهم على صفيح ساخن وأعاد تسخينه عندما فشل في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، متوعدا بالهجوم على هذا الطرف أو ذاك، وكأنه يريد الانتقام من منافسه ليس في صناديق الاقتراع حيث فشل، وإنما في هذه الملفات التي أراد لها أن تسير وفق تصوراته وبرامجه وخططه التي وضع أساسها مع فريقه في البيت الأبيض. لا يوجد يقين في آلية تحرك إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب وما هي الأولويات في سياستها الخارجية، وهل العراق في هذه الأولويات أم لا؟ العراق كان أحد الملفات المهمة الغائبة عن سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية على عكس الانتخابات السابقة التي كان حاضراً فيها منذ 2003 باعتباره مهماً لواشنطن، والذي عكسه التواجد الكثيف للدبلوماسيين الأمريكيين في السفارة الأمريكية ببغداد أكبر سفارة في العالم، إلى ملفات أكثر حساسية للإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط كالاتفاق النووي الإيراني والملف الإسرائيلي. لكن الملف العراقي ليس بعيداً بأي حال من الأحوال عن بقية الملفات، لأن تداعياته تنعكس بشكل أو بآخر على الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية. ويضيف الكاتب: ربما مر العراق بظروف خاصة في عهد الرئيس ترامب، لكن المعلومات المسربة من واشنطن تتحدث عن عدم رغبة إدارة الرئيس بايدن بالاستمرار في ذات السياسة التي سارت عليها إدارة الرئيس ترامب سواء في العراق أو في المنطقة. إلى ألترا عراق، وفيه عنوان: الصراع والانتخابات بين الكتل والأحزاب السياسية في العراق وما يمكن أن يؤول إليه الوضع هناك. تناوله الكاتب زيا وليد في مقالة جاء فيها: حاولت القوى الشيعية والكردية الاستفادة القصوى من النظام الجديد في العراق، الأولى متسلحة بأغلبيتها التي تتيح لها الاستحواذ على الحكم بالانتخابات، والثانية بابتزاز الأولى والحصول على المزيد من المكاسب مقابل الدعم السياسي والبرلماني. لكنهما كما أثبتت الوقائع لاحقا غير مؤمنتين بالديمقراطية، ناهيك عن القوى السنية التي رفضت النظام منذ البدء ثم ولجته للحصول على حصصها. كتب الكثير عن فرض الديمقراطية فرضاً على بلداننا العربية سواء عبر تأثيرات خارجية أو ضغوط داخلية، ومقارنة ذلك بتاريخ الديمقراطية الغربية الذي أخذ يتطور تدريجياً مع نضالات ونجاحات وانتكاسات وصراعات متعددة الاتجاهات. ولعل التجارب العربية خصوصاً في ثورات 2011 أزالت الكثير من الفروق بين الديمقراطية الناشئة من الخارج نحو الداخل أو من القاعدة الشعبية الداخلية نحو الهرم السياسي. إن الديمقراطية والتعددية على مستوى الرأي مثلاً تغيب عن الأحزاب ذاتها، فهي لا تجري انتخابات دورية، وموقع الزعيم والقائد والرئيس لن يتغير بتغير آراء أعضاء الحزب أو وجهة نظر الجمهور بأداء الحزب، وتلك القوى وزعاماتها لا ترى في العمل السياسي الديمقراطي إلا قدراً مفروضاً لم تستطع حتى الآن التخلص منه، وهي تنزع هذا الرداء حالما انتفضت الجماهير أو تصادمت مع بعضها البعض كما حدث في تشرين الوسط والجنوب وكانون الشمال. إن القوى وزعاماتها لا ترى في العمل الديمقراطي إلا قدراً مفروضاً لم تستطع التخلص منه، ولعل عدم وجود رئيس وزراء منتخب من أغلبية الشعب خير دليل على عبثية الانتخابات في العراق. إن الخواء في مؤسسات الدولة وضعف آدائها وتعثر التجربة الديمقراطية يستدعي الحاجة لقائد زعيم يغذي عطش الجمهور لوجود فعالية سلطوية بدلاً من تعددية فوضوية لتملأ الدكتاتورية فراغ الديمقراطية.
ويضيف الكاتب بنتيجة انعكست توجهات الأحزاب الرئيسة في البلاد على واقع المؤسسات التي باتت ثكنات أو شركات لهيئاتها الاقتصادية، وأصبحت المؤسسات التشريعية والتنفيذية فارغة من محتواها، فحدث فراغ في قمة السلطة. الآن إلى مقال منشور في موقع كتابات، وجاء فيه مفهوم المواطنة والهوية الوطنية، موضوع تناوله الكاتب سجاد طعمة حمود في مقالة جاء فيها كل المؤشرات والمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تدفع إلى حقيقة أن أطلال الدولة العراقية آيلة للسقوط ولا تمتلك القدرة على حماية نفسها، فضلاً عن المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم. المزيد في سياق المادة الصوتية التالية. فشلت حكومات هذا البلد منذ تأسيس الدولة الحديثة قبل ما يقارب 100 عام ولغاية اليوم في استثمار الخيرات الغزيرة المتاحة لبناء وطن حقيقي وتحسين جودة الفرد والمجتمع على حد سواء، وفقاً لمبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات دون أي تمييز جنسي أو عرقي أو ديني أو مذهبي أو فئوي أو غير ذلك. هذا الفشل الذريع لا تتحمل مسؤوليته الحكومات والأنظمة السياسية فحسب، بل تتشارك فيه معها فئات الشعب عموماً وذوو النفوذ القبلي والاجتماعي والديني، خصوصاً مع مراعاة اختلاف حجم تأثير هؤلاء في المجتمع. شعبنا امتلك من المقومات والموارد البشرية والمادية ما كان ليجعله أعظم شعوب المعمورة وأكثرها تحضراً وتطوراً وتكاملاً في شتى المجالات ولسنوات طويلة قادمة، خاصة إذا ما علمنا بأنه وريث إحدى أهم وأقدم حضارات الأرض وأشدها تأثيراً في تاريخ بني البشر. لكن هذه المقومات فشلت الحكومات المتعاقبة في استغلالها بما يسهم في بناء سليم للمواطن العراقي يعطيه وعياً كافياً لإدارة حياته ويشارك في بناء الدولة وحماية الوطن. هذا الفشل البنيوي أعجز العراقيين عن إفراز قادة وطنيين حقيقيين يمتلكون المؤهلات والخبرات ويحظون بإجماع شعبي ودعم نخبوي يسمح لهم بتولي زمام القيادة والقيام بمشروع إصلاحي يسمح بمعالجة مواطن الخلل الجمة. ويضيف الكاتب ذلك كله بالتوازي مع تعاظم سلطات جهات أخرى فئوية تسعى إلى أن تحل محل الدولة ومؤسساتها الطبيعية وتحكم قبضتها على مفاصل الحياة المختلفة وفق قوانين وأحكام من خارج الحدود. إلى خامس المقالات الآن، وهو مقال منشور في صحيفة القدس العربي عن الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفائز بالانتخابات جوزيف بايدن. تناوله الكاتب شفيق ناظم الغبرة في مقالة جاء فيها لقد تضاءلت فرص ترامب بصورة كبيرة، والبيت الأبيض يخسر كل يوم أعضاء جددا، قد يبقى الرئيس وأبناؤه وابنته وزوج ابنته في سفينة غارقة. تنفس الأمريكيون الصعداء مع نهاية يوم الاثنين 14 من كانون الأول 2020، وذلك عندما أقرت كل الولايات عبر المجمع الانتخابي صحة الانتخابات معلنة فوز جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بأصوات المجمع الانتخابي. لقد حقق بايدن 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي، بينما المطلوب للفوز 270 صوتاً، وقد حقق ترامب 232 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي. أما على مستوى التصويت الشعبي فقد حقق بايدن وكاميلا 81 مليون صوت مقابل 74 مليون صوت للرئيس ترامب ونائبه بينس، وقد كان آخر ما سعى إليه ترامب على مسرح محاولته تغيير نتيجة الانتخابات الدعوى أمام المحكمة الدستورية التي أقامتها ولاية تكساس ومعها 18 مدعياً عاماً من 20 ولاية، إضافة لتوقيع 126 عضو مجلس نواب جمهوري يشكلون تقريباً نصف عدد الجمهوريين في مجلس النواب.
جوهر الدعوة أن ولاية تكساس والمدعين العامين في الولايات العشرين والنواب وجدوا ما يقلق في الانتخابات التي وقعت في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا، وطالبوا المحكمة الدستورية العليا بالتدخل. لقد أصبح البيت الأبيض في موقف صعب، فهو من جهة يسعى لقلب نتيجة الانتخابات كما يفعل أي نظام لا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، ومن جهة أخرى فإن تماسك المؤسسات الأمريكية في ظل حياد تام للجيش لا يسمح بالالتفاف على حقوق الناخبين. ويضيف الغبرة، لكن الذي يقال عن البيت الأبيض أن ترامب ما زال يخوض معركته وهو الآن غارق في جمع التبرعات للقضايا التي يرفعها، وقد جمع للآن 200 مليون دولار ستستخدم في تقوية نفوذه على الحزب الجمهوري. الآن إلى آخر المقالات في صدى الأقلام لهذا اليوم، وهو مقال منشور في العرب اللندنية وجاء في مطلعه: التسلم الإيراني وإمكانية إضعافه ومقدار التزام إيران بعدم استمرارها في سياساتها التوسعية التدميرية في المنطقة، شؤون تناولها الكاتب علي الصراف في مقالة جاء فيها: لقد جربت شركات عدة أن تعقد صفقات كبرى مع النظام الإيراني قبل أن تكتشف أنها عاجزة عن الاستمرار المصالح وتستقر وتنمو مع شعب حر ونظام يلائم عصره، لا مع شعب مقهور ونظام غارق في مستنقع الخرافة والجهل والفساد. هل يمكن الثقة بإيران حتى لو أصبحت منزوعة السلاح؟ الافتراض القائل بأن إيران يمكن في إطار اتفاق ما أن تحد من سياساتها العدوانية في المنطقة أو تردع ميليشيات الفساد والجريمة والإرهاب يستند إلى جهل تام بطبيعة النظام الإيراني. إنه بطبيعته المجردة نظام جريمة وفساد وإرهاب، وهذه الطبيعة لا يمكن التخلص منها بأي اتفاق. نعم، عندما يشعر هذا النظام بالضعف فإن من طبيعته أيضاً أن ينحني للعاصفة ويتظاهر بالمرونة، ولكنه يفعل ذلك على سبيل التقية، وهاتف الغرب من يفهم المعنى. إنه الخداع من أجل النجاة قبل العودة من جديد للانتقام، ولكن المشكلة ليست في أن الخداع مؤقت أو أنه يخفي ما لا يظهر، بل إنه يعكس ذلك الجزء المظلم من الطباع الذي يجعل الوحشية والشراسة هي الخطوة التالية دائماً. قد يمكن للنظام الإيراني أن يتخلى عن مشروعه النووي وأن يسمح لمراقبين دوليين بالإشراف على كل برامجه الصاروخية، وأن يوقف تخصيب اليورانيوم ويدمر آلافاً من أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وأن يعلق لوحة على باب المرشد تقول: نحن دولة منزوعة السلاح. ولكن هل يمكنه أن يتخلى عن مشروعه الطائفي؟ هذا المشروع هو جوهر النظام، وما أسلحته إلا لكي تمنح هذا المشروع القدرة على التمدد في الجوار. وماذا يعني ذلك؟ إنه يعني نزاعات أهلية وجرائم تكفير وانقسامات ومطالبات بالثأر واستعادات لفقه فاسد ومنفصل عن عالم اليوم، ومن ثم فإنه ميليشيات جريمة وفساد. وختم علي الصراف مقاله بقوله: إن إسقاط النظام الإيراني هو الهدف الوحيد الصحيح، وهو أقل كلفة من أي محاولات أخرى للتعايش معه حتى لو قرر أن يصبح نظاما منزوع السلاح. نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عدداً من مقاطع الفيديو التي قالت إنها تحتوي على أصوات تصادم مجموعة من المجرات، بالإضافة إلى أصوات انفجارات ضخمة على أسطح النجوم. وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فقد نشرت ناسا مقاطع الفيديو عبر موقعها على الإنترنت، وعلقت عليها قائلة إنها استخدمت برنامجاً لتحويل البيانات التي تصل من الفضاء إلى أصوات، حيث يكون لكل مجموعة من هذه البيانات نطاق معين من التردد. واحتوى أحد هذه الفيديوهات على صوت تصادم مجموعة من المجرات تبعد 3,700,000,000 سنة ضوئية عن الأرض، بينما أظهر فيديو آخر انفجار مستعر أعظم يبعد نحو 168,000,000 سنة ضوئية عن الأرض.
والمستعر الأعظم حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار هائل على سطح هذا النجم. إلى الكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. ظلوا بخير وإلى اللقاء.